بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بنتحكم بالكيات، نفرض هني عندنا حطينا كي، رحنا مثلا 40، حط كي ثاني، هني مثلا حطينا كي، نقدر نضغط شيفت نأشر على الكي الوسطي مثلا، ونضغط رايت كليك نقول له كوبي، هني هني رايت كليك نقول له بيست بيست، نفس الشيء الكي الأولي شيفت ونأشر على الكي نقول له كوبي، هني هني نقول له رايت كليك بيست. الحين لو نشوف حركة حركة هذه مثلا عندنا على كلام الأخ ياسر، تقدر تضغط شيفت تأشر على الكيات كلهم، وفي المؤشر هني تقدر تضغطه تحصر الكيات، تخلي بدال لا كان 75 فريم يصير الحين تقريبا 20 فريم، أسرع تصير الحركة تصير أسرع. نفس الطريقة إذا تبي عن طريق مثل ما قال الأخ نزال، في هني بعد طريقة ثانية، ويندو أنيميشن دوب شيت، هني تلقى كل الكيات اللي موجودة على الجسم هذا السفير، تقدر تأشر عليهم وتحركهم بالميدل ماوس، تحركهم كلهم. لو تلاحظ هني الكيات تحركت من مكانها. هذه هي الحركة. في طبعا هني التراكس ممكن هم نفس الطريقة، تقدر تضغط هني راح يطلع لك التراكس. هني التراكس طبعا وايد شغلات حلوة فيه. خلنا نقول على سبيل المثال عندنا الحين من فريم 4 إلى فريم 26 نقدر نحرك، هم نفس الشيء نأخر الحركة أو نرجعها. عندنا شيء حلو بعد هني، خلنا نزيد الفريمات نخلي نقول 1000 فريم. الحين عندنا الحركة مرة واحدة صارت، نقدر نسوي لها سايكلينج على حسب اللي العدد اللي نبي. احنا نقدر نضغط شيفت وعلى الرقم الفريم هني نسحب، الحين سوالنا سايكلينج كاتب لك هني 1.7 تقريبا اللي هي برسنتج مال عدد الحركات، يعني مرة وسبعة من عشرة. تقدر تزيد الحين 5 مرات لوبينج قاعد يسوي. قاعد يسوي لوب بروحه بدون الكيات. هذه طريقة. وفي طرق كثيرة بصراحة نقدر تسوي لوبينج بالكيرف. هني نقدر نأشر على الجراف، نروح على الكيرف نقول له سايكلينج، نقدر نقول له على البليفيو خيولي يورينا السايكل. نفس الشيء هني، هذا اللوب ما أدري كان مبين بالفيديو ولا لا. هذه هم طريقة بالجرافيكس Graph Editor.